دونالد ترامب يتحدث عن احتمال تعديل الاتفاق ولا إلغاء الاتفاق، هذه النقطة الأولى، وهو يتحدث عن تطبيق الاتفاق بشكل أحسن، وهذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية إنه الجنرال ماتس كما أنت ما قلت من الذين يريد أن يواجه عمليات إيران الإرهابية والتخريبية في الخليج وفي المنطقة، ومساعدة إيران للنظام الدموي في دمشق، ومساعدة إيران لمجموعات الإرهابية في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي أماكن أخرى في العالم. دكتور بولك، وفي نفس الوقت يساعد الاتفاق النووي مع إيران. وأنا شخصيا أنا أتفق مع هذه الاقتراح.